بسم الله الرحمن الرحيم. المختبر الخامس الجزء الثاني داينسفالان اند ليمبيك سيستم. هنا لا نعرف احنا الكومبوننت اوف ذا ليمبيك سيستم هي كورتيكال اريا تشمل الليمبيك لوب اند الهايبوكامبس فورميشن، تعرفوها هاي بالنظر. فاحنا راح نشوف هنا هذه الاجزاء، نشوف الليمبيك لوب اجزائه ونشوف ايضا اجزاء الهايبوكامبس فورميشن. السبكورتيكال اريا اللي هي تشمل الاماجدلا والسبتال نيوكليال. الهايبوكامبس فورميشن هن ثلاثه، اهمهن هو الهايبوكامبس جايروس، والهايبوكامبس جايروس عرفناه انه يكون الفانكشن مالته هو فور ليرنينج اند ميموري، والاوتبوت تراك مالته هو الفورنكس. اوكي، الدمج اوف ذا الهايبوكامبس نعرفها انه يسوي شنو، يسوين انتيروغريت امنيزيا يعني loss of the recent memory. اوكي، السبكورتيكال تشمل الامجدلا والسبتال نيوكليال. الامجدلا نعرف احنا ان تكون for emotion and the drive، والاوتبوت تراك مالتها هو سترايا تيرمينالس. الدمج اوف ذا الامجدلا ريديوس الفير and increase sexual activity. السبتال نيوكلياي تكون هاي فور يعني التراكت مالتها تكون ثلاثه، الاوتبوت تراكت مالتها ثلاثه اللي هي دايجونال بان، الفنترال امجدلو فيجال اند الميديال فوربراين. زين، المين اوتبوت اوف ذا ليمبيك سيستم هي الماميلاري بودي. زين، هاي ات از يعني ماميلو ثلاميك تراكت، الاوتبوت تراكت مالتها يروح الى الانتيرير ثلاموس. اوكي، الانتيرير ثلاموس. اوكي، وهذا اللي هن التراكتات. هذا اللي ريفيو سريع للنظر. فاحنا راح نشوف الليمبيك لوب، عرفنا هو مو اناتوميكال لوب، هو شنو، فانكشنال لوب، ويحيط الكوربس كالوزا اللي يتكون من السبكولوزال. هاي هي السبكولوزال جايروس، سنجليت جايروس. سنجليت جايروس الاوتبوت تراك مالته هو سنجلم. زين، اند البارا هايبوكامبس وبارا هايبوكامبس جايروس والانكس. انتيرير بارت اوف ذا البارا هايبوكامبس يسموها انترينال اريا، الاريا رقم 28 اللي هي سكندري اولفاكتوري اريا. زين، هاي ريسبونسبل فور ذا ابريشيشن اوف ذا السمال سنسيشن. اوكي، البرايمري اولفاكتوري اريا هي هاي بري بايري فوم او بري امجدلويد اريا. زين، تصير لي قدام احنا نصير. اوكي، تصير لي قدام هاي فور ايموشنال ريسبونس اوف ذا سمال. اوكي، الليمبيك لوب هذا اللور ليميت مالته هو شنو، هو البارا هايبوكامبس. هذا هو البارا هايبوكامبس جايروس. انتيرير بارت اوف البارا هايبوكامبس هو انترينال اريا. زين، هذا هو البارا هايبوكامبس جايروس. انتيرير بارت اوف البارا هايبوكامبس قلنا الانترينال اريا اللي هي قلنا ميل تاخذ من الالفاكتوري تراكت. الفاكتوري تراكت يتقسم الى ميديال ولاترال. اللاترال تروح للبرايمري، الميديال تروح الى الانترينال اريا اللي هي سكندري اريا. اوكي، هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هسه الهايبوكامبس. الهايبوكامبس قلنا نعرف احنا يقع وين، بالتمبرال لوب، ويكون اكثر احسن سكشن نشوفه به هو بالكورونال سكشن. زين، بالكورونال سكشن، ويكون دايجنوستيك شيب، هذا شكله مميز اللي هو سي هورس، وتكون الكافيتي اوف ذا انفيريور هورن واضحه. شرط في سبيل تشوفه لازم كورونال سكشن. اثنين، الكافيتي اوف الانفيريور هون تكون واضحه. فهذا هو الهايبوكامبس جايروس. الاوتبوت تراك مالته عرفنا الفورنكس بروجكت تو ذا الماميلاري بودي. ليجن اوف قلنا ليجن اوف ذا الهايبوكامبس برودوس شنو، انتيروغريت امنيزيا. صح، انتيروغريت امنيزيا للوس اوف ذا ريسنت ميموري. اوكي، هذا هو الفورنكس. الفورنكس اجزاء شنو، يبدي الفورنكس هنا الفاس وامبل هذا انتيريور بوستيريور كولومن
وبعدين البادي بعدين يصير posterior columns. زين هذا هو البادي. زين البادي هذا هو البادي. اوكي قلنا وين يروح هذا؟ يروح يتقسم الى two columns, two anterior columns anteriorly. الانتيرير تو ذا العفو منها هاي الانتيرير هيجي هذا هو منها البوستيرير يجي هو منها البوستيرير ويروح الى الانتيرير منها ينقسم الى اثنين. زين انتيرير الانتيرير تو ذا انتيرير كوموشور هاي تروح للميموري بودي والبوستيرير تو ذا كوموشور هاي تروح الى الهابينوال نيوكلياي والتراكت مالتها اسمه سترايا يصير اسمه سترايا ميدولار سالمي. واضح قلنا يتقسم الى اثنين هنا تو انتيرير كولومن والانتيرير تو ذا انتيرير كومشور وبوستيرير تو ذا انتيرير كومشور. زين اللي انتيرير الى الانتيرير كومشور هاي تروح للميموري بودي والكولومن اللي بوستيرير تو ذا انتيرير كومشور هاي يروح الى السبتال نيوكليار ويروح الى الهابينوال نيوكليار. هذا اللي يروح للهابينوال نيوكليار يسموه سترايا ميدولار سالمي. واضح هذا هو الفورنكس. زين هذا هو الانتيرير كولوم. شوف هاي الانتيرير كولوم واضح. هذا السكشن شنو مبين بيه؟ مبين بيه المدمه. هذا هو كورونال سكشن مبين بيه شنو؟ مبين بيه هنا الكاركترستيك شيب اوف الهايبوكامبس. زين ومبين بيه البرين ستيم ميد برين هذا والبونز هذا. اوكي هاي هو هاي سبستانشيا ناجرا ناجرا وهاي هي ال الكراس كراس سيريبري وهاي هي انانا التيجمنتم. اوكي وهذا الجزء هو الهايبوثالاموس. ليش؟ لان هذا هو المسدود هنا من تشوفه مسدود الثيرد فنتريكل يعني هذا هو الهايبوثالاموس. هذا هو الهايبوثالاموس. اوكي هنا شنو الفورنكس صاير له ديفيجنز صار anterior column يعني هذا السكشن more anterior more anterior فصار عنده two anterior column. عرفنا وين يروح؟ واضح عرفنا هسه locate the hypocampus هذا هو الهايبوكامبس. the fornix humerus broca connection between two structure اللي هي mammillary body والهايبوكامبس. okay هنا بهذا السكشن which track connected the hypothalamus to the thalamus. اوكي قلنا هذا هو السكشن شنو؟ coronal section وهذا هو الثالاموس. ليش ثالاموس؟ لان هنا مسدود الثيرد فنتريكل هاي واحدة اثنين مبين الماميلاري بودي. هذا هو الماميلاري بودي. اوكي يعني هسه هاي الثالاموس. اوكي هاي هي الهايبوثالاموس العفو وهاي الثالاموس. اوكي هاي هي الثالاموس وهذا هو تجويف الثيرد فنتريكل. اوكي فالتراكت اللي يربط الثالاموس ويا الهايبوثالاموس هو ماميلو ثالاميك تراكت هذا اللي جاي من الماميلاري بودي لان الماميلاري بودي جزء من الهايبوثالاموس فجاي من الهايبوثالاموس رايح الى الانتيرير نيوكليا يعني هاي هي الانتيرير نيوكليا. اوكي هذا هو التراكت الابيض. واضح هذا الترك اللي الابيض اللي يروح الى الانتيرير سلام النيوكليار. اوكي لوكيت الماميلو ثلاميك تراكت هذا هو الماميلو ثلاميك تراكت جاي من الماميلاري بودي رايح للانتيرير النيوكليار اوف ذا هايبوث اوف ذا ثالاموس. واضح اني وات نيوكليار اي كونكتد باي ذس تراكت قلنا الماميلاري بودي and the anterior nuclei of the thalamus. واضح locate the two nuclei هاي the anterior nuclei of the thalamus وهاي the mammillary body. What tract هذا نفس السؤال بسكشن اخر مشابه له همين هذا the mammillary body وهذا هو the mammillothalamic tract ماشي بنص الثلامس هاي هي الثلامس. اوكي فهاي هي the anterior هنا هي the anterior nuclei فرق عن هاي هذا لا هاي الهيد اوف ذا كوديت هاي الهيد اوف ذا كوديت. اوكي وهذا هو تجويف الفنتريكلز هذا هو تجويف الفنتريكل كله. زين ليش هنا مسدود وهنا مفتوح؟ لان السكشن رايح مايل اكثر ميديالي فعبالك مسدود هو مفتوح المفروض. واضح
الأمجدولا شلون الأمجدولا نشوفها همنا بالكورونال سكشن ونشوفها بنفس موقع الهايبو كامبس، بس شنو راح تكون الابسنت اوف ذا الكافيتي اوف ذا التمبرال هور انفيرير هور. اوكي فهاي هسه بمكان مال الهايبو كامبس راح يصير عندي الأمجدولا. شنو الجايد مالك؟ الجايد انه يكون ابسنت للتجويف، التجويف اختفى. من يختفي التجويف راح يصير تظهر لنا الأمجدولا. اوكي لان الأمجدولا تقع وين؟ تقع بالانترو سوبيريور بارت اوف ذا تيب اوف اوف ذا تمبرال هورن. اوكي التراكت مالتها هو سترايا تيرمينالس وير بروجكت بروجكت الى السبتال نيوكليال. اوكي الليجن مالتها شنو بروديوس؟ بروديوس شنو؟ انه ريديوس الفير، ريديوس الفير وانكريز السكشوال اكتيفيتي. اوكي الليجن اوف ليمبيك سيستم ريزلت ان ديفيشن ايمون ريجوليشن سبيسيفيك الفير. اوكي فهذا عرفناه. شنو الجايد مالك مالته؟ شلون تميزه بالسكشن؟ اميزه ان نشوف الانكس، هذا هو الانكس. اوكي هاي هي الانكس. اوكي كم من نيوكلياي؟ بي بي 3 نيوكلياي، بي 3 نيوكلياي، 3 group of nuclei. Where project قلنا للسبتال نيوكليا، للسبتال نيوكليا. وشنو الانديكيشن مالته على السطح؟ الانديكيشن مالته هو الانكس، نشوف الانكس، هذا هو الانكس. زين التراكت ماله شنو هو؟ التراكت ماله هو السترايا تيرمينالس. السترايا تيرمينالس صعب نشوفها بالسكشن، بس هي مكانها يصير هنا، هذا هو مكان السترايا تيرمينالس. اوكي ليون بروجكت للسبتال نيوكلياي. السبتال نيوكلياي وين القاها؟ القاها بالميديال بارت اوف ذا فرونتال لوب. اوكي روسترال تو ذا انتيرير كوموشور، هذا هو الانتيرير كوموشور. زين هذا السكشن مصبوغ بصبغه تلون الوايت ماتر دارك والجراي ماتر تلونه فاتح. اوكي فالبد تشوفه كله دارك هو وايت ماتر، هاي مال الكوربوس كولوزوم وهذا الفورنكس وهذا هو الانتيرير كوموشور. هذا الانتيرير كوموشور، جو الانتيرير كوموشور هي الهايبوثالاموس، هاي الهايبوثالاموس. اوكي هاي الهايبوثالاموس وهاي الماميلاري بودي وهذا هو الاوبتيك كيازما، هاي الاوبتيك كيازما. السبتال نيوكليا يكون روسترال يعني سوبيريور تو ذا انتيرير كوموشور. زين ثيكنس بي ال سبتم بلاسيدم، تصير عبارة عن thickness باللور aspect of the سبتم بلاسيدم، هاي هي. زين سبتال نيوكليار، هاي هي سبتال نيوكليار، هذا هو الفورنكس، شايفيها هاي الصورة قبل، هاي هو الفورنكس اللي هو output tract of the hypocampus. الداينسفالان قلنا هن أربعة الداينسفالان، هي سب أبيثالاموس، سب ثالاموس، والثالاموس والهايبوثالاموس. أوكي اجزائها عرفنا هنا. انا هسه هذا السكشن هي هذا الهايبو الداينسفالان، داينسفالان بالساجيتال سكشن يبين ب 3 بارتس، يبين ب الثلامس هاي كلها الابر 2 ثيرد، اللور 1 ثيرد هذا كله، والاريجولار ان شيب هذا هو الهايبوثلامس، والبوستيريور اسبيكت هاي ابي ثلامس، هاي هي اللي يشمل الهابينوال نيوكلياي، الهابينوال نيوكلياي والبينال جلاند. هاي اوكي السبثلمس صعب تنشاف بالساجيتال، تشوف بالكورونال سكشن، نشوفها بالكورونال سكشن، هاي هي هنا بالكورونال سكشن تشوف تصير هنا مكانها. زين لان هذا هو الميدبرين، هذا الميدبرين، هاي سبستانشيا نيجرا وهاي الريد نيوكلياي، هاي الريد نيوكلياي فهي تصير اباف الميدبرين. زين وتصير ميديال تو ذا اللانتيفورم نيوكلياس، هاي اللانتيفورم نيوكلياس. زين واضح ولاترال تو ذا الهايبوثالاموس، هاي الهايبوثالاموس هنا. ليش هاي هايبوثالاموس مو ثالاموس؟ لان هاي مسدود هنا التجويف، فمن ينسد معناه شنو؟ هاي صار فلور، الفلور قلنا هو الهايبوثالاموس. زين الهايبوثالاموس، هاي هايبوثالاموس، هاي السبثالاموس وهاي هي اللانتيفورم وهذا هو الميدبرين، هذا هو الميدبرين، هاي الريد نيوكلياي وهاي سبستانشيا نيجرا، سبستانشيا نيجرا. ابيثالاموس عرفناه، تصير هنا ابيثالاموس 2 بارت، بينيال جلاند
والهابينيو. والبينيال جلاند تفرز يا هرمون الميلانين. زين الثلامس قلنا الثلامس هو الأبر two third of the الداينسفالون. هذا البي نيوكليات كله هو مجموعة من النيوكلياي بس إحنا نسويهن نقسمهن إن سنسري نيوكلياي موتر نيوكلياي وإيموشنال نيوكلياي. فالسنسري نيوكلياي of the thalamus هاي سؤال نظري يجي مهم اللي هي سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. السبيسيفيك هي الميديال جينيكليت بودي هذا يكون شنو اوديتري فانكشن، واللاترال جينيكليت بودي اللي هو فيجوال سنتر هذا اللي هنا يكون مكانين هنا اوكي. والفنترو الفنترو بوستيريور نيوكلياي الفنترو بوستيريور نيوكلياي زين، ويكون هاي فنترو بوستيريور ميديال فنترو بوستيريور لاترال. اللاترال اللاترال تستقبل الميديال والسباينال لامينسكس، والميديال تستقبل الترايجمينال لامينسكس. والنن سبيسيفيك هو البولفونير هذا هو البولفونير هنا هو البولفونير هذا هذا وين كورليت الفيجن ويا الاوديتوري انفورميشن فور جنرال انفورميشن اوكي. النيوكلياي ثلاميك النيوكلياي ريليتد تو ذا ليمبيك سيستم اثنين، الانتيرير نيوكلياي اللي هي هاي مكانها هنا هاي فور ميموري، والميديال دورسال ميديال دورسال زين اللي تكون شنو هاي وظيفتها فور المود المود. النيوكلياي ثلاميك نيوكلياي ريليتد تو ذا موتور اكتيفيتي قلنا اثنين، الفنترو انتيرير فنترو انتيرير والفنترو لاترال فنترو لاترال زين. الفنترو انتيرير الفنترو لاترال الفنترو انتيرير هاي الانبوت مالها من البيزل نيوكلياي الاوتبوت الى البري موتور اريا، اما الفنترال لاترال الانبوت من السيريبيلم تاخذ والاوتبوت الى الموتور اريا الموتر اريا ميلي وتروح للبري موتر ايضا بس ميلي الموتر. الثلاماس قلنا وين مكانها الانفيرير بارت اوف ذا اوف ذا لاترال وول اوف ذا ثيرد انفيرير بارت اوف ذا لاترال وول اوف ذا ثيرد فنتريكل اند الفلور اند الفلور اوكي. وتكون انفيرير تو ذا الثلاماس وايضا تكون تكون inferior to the anterior commissure هذا anterior commissure زين inferior to the anterior commissure تكون واضح. يعني هسه عرفنا هي inferior part of the lateral wall of third ventricle and the floor هاي واحدة inferior to the thalamus inferior to the anterior commissure واضح أني فهي هاي لأن هذا هذا هو الفلور ما هذا تجويف الثيرد فنتريكل هذا هذا الفلور ماله وهذا الانفيرير بارت اوف ذا لاترال وول اوكي اللاترال وول. زين نيم 3 امبورتنت سيستم ذات كنترول باي ذا ثلامس هاي سؤال نظري تعرفوه ان شاء الله زين. وهاي الصوره كلش حلوه احتمال تجيكم بالامتحان وشكرا جزيلا.